دشنت شرطة تعز اليوم المرحلة العاشرة لكاميرات المراقبة والتي تغطي من جولة المرور مرورا بمنطقة الحصب إلى بير باشا وكل شوارعه ليشكل حزام أمان للمواطنين والتجار على السواء. هناك نتائج ملموسة لدى المواطن ولدى الجهاز الأمني بتركيب هذه الكاميرات لكي اكتشاف الجريمة التي كانت لا نستطيع معرفة الجناة، لكن بوجود هذه الكاميرات وتركيب الكاميرات في الشوارع تضاعت الجريمة وتم اكتشاف الجرائم التي كانت لا نستطيع أن نكتشف الجناة التي كانت مخفية المجهولة. تعتبر هذه الكاميرات من ذات صفة الاستجابة الطارئة، تمام، الذي أدت المحافظة إلى حالة التعافي، وحالة التعافي طبعا عديدة منها الحركة التجارية وكذا. فهذا كله بفضل رغم الظروف الصعبة الذي نحن فيها، إلا أنه مدير أمن شرطة محافظة عايد العميد منصور عبد الرب لك حليل استطاع أن يوصل هذه المحافظة إلى هذه المرحلة وهي مرحلة التعافي. مئة الجرائم تم اكتشاف مرتكبيها من خلال الكاميرات في مناطق مختلفة من المدينة لتصبح مدينة تعز مراقبة بنسبة 85%، وسيستمر تغطية ما تبقى من المدينة خلال العام الحالي 2023 ميلادية بتعاون كبير بين التجار والمواطنين من جهة وبين الشرطة من جهة أخرى. الكاميرات لها دور كبير وأساسي في كشف الجرائم الغامضة ومراقبة مرتكبيها وضبطهم، وتعتبر بالنسبة لنا السهم المادي لكشف جميع الجرائم التي تقع في إطار المدينة أو في شوارعها وكشف الجرائم المجهولة ومرتكبها. ونحن الأمان موجود يعني الحمد لله، بعد الكاميرات أصبح أمان يعني البلاد يعني من الصعاليك من المسموم أصبح أمان والحمد لله. يعني الكاميرات أصبحت يعني جميع الشوارع الآن، وهذه العاشرة تدشين العاشرة. تحسن الأمن وقلت الجريمة، ووصل الكثير من المخلين بالأمن إلى السجون نتيجة عمل الكاميرات التي تعد منجزا حقيقيا وملموسا لشرطة تعز لتثبيت الأمن والاستقرار داخل المدينة.